برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيفنا. ضيف فقرتنا النهاردة يعتبر عميد الكورة الفلسطينية، 108 مباراة، هو حارس مرمى الأهلي والمنتخب الفلسطيني السابق الكابتن رمزي صالح. أهلا بيك يا كابتن ومشرفنا وبيتك الكبير منور. يعني طبعا خليني أبدأ أول حاجة من الاسم بتاع البرنامج، بجد يعني اختيار موفق، وفعلا النادي الأهلي هو البيت الكبير. يمكن مش بس يعني دايما بسمعها انه اي حد ليه الشرف ان هو يعدي من جنب النادي الأهلي مش يلعب في النادي الأهلي، دي حقيقة. طبعا ليه الشرف ان انا اكون مع حضرتك، قيمة إعلامية كبيرة، وطبعا كابتن رمزي حبيبي يعني إضافة للإعلام بصراحة، وسعيد جدا بتواجدي معاك حبيبي. منورنا طبعا رمزي بجد، و يعني ان شاء الله باذن الله نقضي معاك وقت تشرح لنا فيه، وفي كواليس كتيره جدا جدا. انا على المستوى الشخصي سعيد ان انا اكون موجود معاك لانك من الشخصيات المميزه جدا، وعايزين نعرف كواليس كتيره في النادي الاهلي، وكمان مشوار كبير مع المنتخب الفلسطيني. اكيد كان في حاجات كتير جدا الناس تحب تعرفها، بس اكيد احنا طبعا يعني زملاء في الاعداد محضرين تقرير خاص بيك، نشوف التقرير مع طبعا الكابتن الكبير رمزي صالح، ونرجع بقى نتناقش في كل الكواليس والحواديت، وان شاء الله تكون حلقه مميزه باذن الله. رمزي صالح عميد لاعبي كرة القدم في فلسطين، وواحد من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ النادي الأهلي ونالوا حب وتقدير جماهير المارد الأحمر بعد أن أخلصوا للكيان ودافعوا عنه بكل قوة حتى بعد الرحيل عن أروقة القلعة الحمراء. ولد رمزي صالح في 8 أغسطس عام 1980، عرف طريقه إلى القلعة الحمراء في عام 2008 قادما من نادي شباب جباليا، بعد أن تعاقد معه مسؤولون نادي لسد النقص في مركز حراسة المرمى عقب رحيل عصام الحضري عن الفريق إلى سيون السويسري. وتألق صالح في القميص الأحمر في فترة كان على رأس الجهاز الفني فيها الساحر البرتغالي مانويل جوزي، وعانق المجد رفقة الفريق محليا وقاريا بعدما فاز بالدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا. وبشكل عام حصد مع الفريق 5 ألقاب في موسمين فقط. وامتاز رمزي صالح خلال مشواره بالبنية الجسدية القوية والرشاقة في الحركة والقدرة الفائقة على التقاط الكرات العرضية والعالية واختيار الوقت المناسب في الخروج من مرماه، إضافة إلى خبرة طويلة وتجربة ثرية في العديد من الأندية، وهو ما جعله الحارس الأساسي للمنتخب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة. وفي موسم 2010-2011 وبعد رحيل مانويل جوزي وقدوم حسام البدري على رأس الجهاز الفني للأهلي، تلقى رمزي صالح عرضا مغريا من المريخ السوداني وفضل الرحيل إليه، حيث توج برفقته بلقب كأس السودان، ثم عاد من جديد للدوري المصري رفقة فريق سموحة، ومنه إلى الأسيوطي ثم المصري وأخيرا الجونة. وفي الأول من نوفمبر عام 2019 أعلن اعتزاله الساحرة المستديرة عن عمر ناهز 39 عاما. وعلى صعيد المنتخب الفلسطيني يعتبر صالح عميد لاعبي الكرة الفلسطينية ب110 مباراة دولية، وحقق الأهم في مشوار الكرة في فلسطين الحبيبة بعد أن قاد منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأسيوية عام 2015، كما فاز برفقته ببطولة كأس التحدي الأسيوي دون أن تهتز شباكه بأي هدف عام 2014. ودائما ما يؤكد رمزي صالح أن نادي الأهلي كان علامة فارقة في مشواره الكروي ورفع سعره في سوق اللاعبين، ويظل التجربة الأجمل والأغلى لديه عبر تاريخه مع كرة القدم.